قتل بعض الرهائن خلال عملية احتجاز نزلاء لحراس في سجن بمنطقة فولفغراد في جنوب روسيا، وفق ما أفاد مسؤول روسي اليوم الجمعة. هذا وأعلن الحرس الوطني الروسي تحرير الرهائن في السجن وتحييد السجناء الأربعة الذين احتجزوا موظفي السجن كرهائن. ينضم إلينا من موسكو مراسل المشهد فادي صالح. مرحبا بك فادي. إذا ماذا نعلم عن قتل هؤلاء الرهائن؟ نعم، في الحقيقة إذن هي عملية كانت من قبل بعض المعتقلين الذين تمكنوا من الاستيلاء مؤقتا على السجن، وبالتالي خلال الاشتباكات تم قتل أو تم أخذ عدد من الرهائن، وكان لهؤلاء السجناء مطالب معينة، ونتيجة اشتباكات ونتيجة امتناع الرهائن عن تنفيذ هذه المطالب طبعا قتل 4 أشخاص على الأقل، فيما طبعا تجري التحقيقات، ما زالت تجري التحقيقات حول هذه الواقعة التي هي ليست الأولى من نوعها خلال الأشهر الماضية، حيث شهدت أيضا واقعة أخرى، ولكن القوات الأمنية تمكنت من السيطرة عليها. فادي، دعنا في صورة آخر التطورات تحديدا في كورسك، باقي مناطق أيضا القتال، كان هنالك تصريحات روسية عن محاولات لاستهداف محطة كورسك النووية. نعم، في الحقيقة آسيا فيما يتعلق بالمعارك على كورسك، ما زالت هذه المعارك توصف بالعنيفة، رغم أن القوات الروسية تؤكد أنها تتمكن من صد الهجمات الأوكرانية المتكررة. اليوم بالتحديد تم صد مسيرات من هذه طبعا من الجانب الأوكراني كانت تحاول استهداف مقاطعة كورسك. أيضا وزارة الدفاع الروسية أكدت أن قواتها تمكنت من منع الإمدادات العسكرية للقوات الأوكرانية للوصول إلى القوات الأوكرانية في تخوم كورسك، سواء هذه الإمدادات كانت بالعتاد أو بالقوات الإضافية. إنسانيا أكد حاكم المقاطعة أنه تم اليوم إجلاء 2000 شخص آخرين من المناطق التي هي في الحقيقة من المناطق الحدودية التي طبعا تجري فيها الاشتباكات أو قريبة الاشتباكات منها، وحسب تصريحه حتى الآن تم إجلاء 130 ألف شخص من أصل نحو 150 ألف ساكن في هذه المنطقة، وطبعا انتقلوا إلى أماكن أكثر. نعم فادي، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل والمعلومات، مراسل المشهد من موسكو فادي صالح.